حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. الإطار التنسيقي مقررات تدعم الاستقرار السياسي والانفتاح الخارجي وتحفيز للبرلمان لإدراج الأهم. الموازنة الانفجارية محاذير التلاعب واستغلال الأموال لغير أبواب الصرف، مبالغ ضخمة ومخالب مهيئة. إذن مشاهدينا، يواصل الإطار التنسيقي عقد اجتماعاته الدورية التي يتباحث فيها مجمل الأوضاع على الساحة السياسية ويتدارس أبرز التوصيات التي يقدمها للجهات المعنية لوضعها على جدول الأعمال. اجتماع أسفر عن مقررات استراتيجية ثبتت ركائز الاستقرار في العملية السياسية بدءا من الانتخابات المحلية وصولا إلى تحفيز البرلمان لإقرار التشريعات ذات التماس المباشر مع المواطن وصولا إلى دور العراق على البعدين الإقليمي والدولي. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فلم يعد مفهوم وصف إقرار الموازنة العراقية بأنه فرصة مناسبة ومؤاتية لعهد جديد من المشاريع الاستراتيجية التي تبرز في المقدمة منها ما يتعلق بالخدمات، فمحاذير انحراف مسارات الصرف الشرعية كثيرة مع كم المخاطر الواردة في صندوق القراءات المبكرة. فلم يعد شيئا مستغربا، وهذا ما قد يقلص من الوصول الكامل لفقرات البرنامج الحكومي إذا لم يتدارك مجلس النواب هذه النقاط والمحاذير. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. اجتماع الإطار التنسيقي الأخير الذي أفرز معطيات جددت التأكيد على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، ما هو إلا رسالة تحفيز للقوى السياسية الأخرى والنيابية على وجه الخصوص لتحفيزها على تقديم المشاريع ذات التماس المباشر مع حياة الناس. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. ضمن مساعيه لحل العديد من القضايا والملفات الخدمية والسياسية المهمة العالقة في البلد، خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع العامة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري أمس بحضور قاداته لمناقشة بعض الملفات المهمة ووضع الحلول المناسبة لها بما ينسجم مع المرحلة الحالية، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية مع بقية دول العالم والاهتمام الحكومي في الانفتاح الخارجي لما له من دور محوري في البعدين الإقليمي والدولي وانعكاساته على البلد داخلياً، حيث تسهم العلاقات الخارجية بحل العديد من المشاكل والخلافات بين الطرفين. وعلى طاولة الاجتماع أبدى الإطار الشيعي اهتمامه بإدراج التشريعات التي تمس حياة المواطن على جدول أعمال مجلس النواب والعمل على إقرار تلك التشريعات المهمة والضرورية بالسرعة الممكنة، التي بدورها ستسهم بتحسين الواقع المعيشي للمواطن وتقديم أفضل الخدمات له، انطلاقا مما ألزمت به الحكومة الحالية نفسها بخدمة المواطن منذ الوهلة الأولى لبداية مشوارها. أما الانتخابات المحلية فقد أولت الحكومة اهتمامها الكبير لإنجاح هذا الملف، خصوصا مع قرب موعدها، فقد أكد المجتمعون دعمهم للجهود المبذولة التي تسهم بإنجاح خطط تنفيذ آلية الانتخابات المقبلة. نهى الشمري، الأيام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سواء بضيوفنا الكرام النائب عن ائتلاف إدارة الدولة أو ائتلاف دولة القانون عفوا السيد محمد الشمري. أهلا بكم سيادة النائب، وكذلك الترحيب بالمحلل السياسي الأستاذ عباس العرداوي. أهلا بكم سيد عباس. أهلا وسهلا بكم.
أبدأ معك سيادة النائب، بداية الاجتماعات متواصلة للإطار التنسيقي اللي يعد النواة الأساسية لائتلاف إدارة الدولة سيادة النائب، لكن شنو كانت مقررات ومحاور الاجتماع الأخير الذي عقد يوم أمس؟ أستاذ محمد، تسمعني أستاذ محمد؟ يبدو أن الاتصال لم يؤمن مع أستاذ محمد، نتمنى الكنترول يعيدون الاتصال. أنتقل إليك سيد عباس، أهلا بك مرة أخرى. متابعين اجتماعات الإطار التنسيقي، اجتماعات دورية، كان هناك اجتماع وصف بأنه اجتماع مهم جدا، لكن هذه الاجتماعات والاجتماع الأخير خصوصا شلون يتدعم للحكومة بتنفيذ برنامجها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك سيدي الكريم، تحية لك ولضيفك ولجمهوركم ومتابعي قناتكم المحترمة. ائتلاف إدارة الدولة هو المشكل للحكومة، نعم، وتشكيل الحكومة اعتمد على نقاط تم التوقيع عليها بين القوى السياسية المشاركة من أجل تخويلها ومن أجل تكليفها. بالتالي هذه الاجتماعات الدورية هي تأتي لتعضيد عمل الحكومة من جانب، ولرفع المعوقات، ولتنفيذ الاتفاقيات. بعض الملفات قد يكون بها تأخير، بعض الملفات قد يكون بها على أرض الواقع قد يكون بها خلاف سياسي، هنالك تباين بالآراء، مرة تكون هذه الاتفاقات غير قابلة للتنفيذ ما لم تكن هنالك بعض المقدمات. فبالتالي هو جزء من عنده دوري لتعضيد عمل الحكومة، وهذا أساس. لهذا نجد كل البيانات اللي تصدر هي بيانات داعمة لعمل الحكومة. كذلك رئيس الحكومة بحضوره إلى هذه الاجتماعات ويضع القوى السياسية أمام حراك الحكومة وتحركاتها، ويضع بعض النقاط الأساسية التي ممكن أن يتم دعمه من خلالها سياسيا، وبالتالي الإسراع بتنفيذ البرنامج والمنهاج الحكومي المتفق عليه. فبالتالي هي عملية إيجابية وتدل على مستوى حالة التنوع بالائتلاف إدارة الدولة، حضور الأخوة الكرد والسنة ومشاركة قوى الإطار والقوى الداعمة للحكومة، هذا معناها أن هنالك حالة من الاستقرار السياسي لدى هذه المكونات، وبالتالي هذه نقطة إيجابية تحسب للحكومة وتحسب لائتلاف إدارة الدولة. طيب، نرجع على محاور الاجتماع وأبرز مقرراته. يمكن اهتم هذا الاجتماع بشكل كبير بقضية الانتخابات المحلية والبلاد مقبلة على هذا الاستحقاق المتعطل منذ سنوات. شلون راح تقدر هذه الاجتماعات السياسية أن توفر بيئة مناسبة لإنجاح هذه العملية؟ طبعا القوى السياسية هي المسؤولة عن إنتاج بيئة تستطيع الحكومة من خلالها تنفيذ مهامها وشروع بالعمل، لأنها لديها الحضور في السلطة التشريعية في البرلمان، وبالتالي عملية تنفيذ التشريعات وتعديلات وغيرها ورفع المعوقات، وكان واحد بعدها من أهم النقاط مثلا كانت موضوع الموازنة. وفي السلطة التنفيذية هؤلاء القوى السياسية، هذه القوى السياسية هي لديها حصص داخل الوزارات وداخل الحكومة، وبالتالي ممثلينها سواء كانوا على مستوى الوزير أو على أقل من ذلك هم مسؤول من عندهم، مطلوب من عندهم حقيقة عملية دعم الحكومة في تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس الوزراء. تعرف سيد رئيس الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي عملية التكليف بإدارة المشاريع هي متخصصة بحسب المهام، يعني وزير الصحة لديه مهامي، وزير الخارجية لديه مهامي، وزير النفط لديه مهامي. عملية دعمه من القوى السياسية بالتأكيد يسرع بعملية تنفيذ البرنامج الحكومي ويزيد من حالة الانسجام والتنسيق. هذه نقطة. نقطة ثانية وأساس موضوع الانتخابات هي المعنية بها القوى السياسية أولا. الحكومة هي تنفذ، حتى أنه رئيس الحكومة هو غير مشارك بهذا الموضوع، لا على مستوى شخصي وعلى مستوى حزبه. بالتالي عملية مسؤول عنها هي القوى السياسية، وتوفير البيئة المستقرة والآمنة مع توفير الآليات ودعمها والتعاون معها. وأعتقد اليوم المفوضية أيضا أشارت بشكل واضح إلى ارتفاع مستوى التحديث والمشاركة والتنافس الكبير، وهذا يدل على أن عملية الذهاب نحو الانتخابات تشهد سير بوتيرة مستقرة. طيب، لكن ما تشوف أنه مجلس النواب يتحمل الجزء الأكبر والدور الأهم والأبرز في توفير هذه البيئة الانتخابية؟ ليش الإطار التنسيقي ماخذ على عاتقه هذه المهمة؟ يعني بسبب أن الحكومة، يعني هو متحمل مسؤولية هذه الحكومة نجاحها أو فشلها؟
طبعا هذا الشعور بالمسؤوليه، يعني ليس فقط هذا الملف، ملفات كثيره اليوم نجد البرلمان متاخر بمعالجتها او باعداء رايه. اليوم التحركات الامريكيه على الحدود وغيرها، ما شفنا رئيس البرلمان ولا قوى سياسيه يعني الاخرى التشريعيه من ذات السلطه التشريعيه اقصد بها، انه خرجت لنا لجنه الامن والدفاع، لجنه الخارجيه، عندنا لجان مهمه جدا. هذه وين حضورها حقيقه بالمشهد السياسي وبانعكاساتها؟ بالتاكيد المحافظات، انتخابات مجالس المحافظات وغيرها هي من اولويات السلطه التشريعيه، بل هي جاءت بسبب قرارات السلطه التشريعيه الحاكمه. اليوم عمليه تعطيل الدور البرلماني والدور الرقابي، هذا يتحمل مسؤوليتها رئاسه البرلمان اولا، وتتحمل مسؤوليتها القوى المشاركه بهذه الفعاليات. طيب ماذا عن ضروره ادراج المشاريع او التشريعات الخدميه على جدول اعمال مجلس النواب؟ يمكن البرلمان نجح بالتصويت بعد جدل طويل، نجح بالتصويت على قانون الموازنة، لكن قوانين وتشريعات تمس حياة المواطن بشكل مباشر أيضا لا تقل أهمية عن الموازنة، حتى الآن غائبة عن جلسات البرلمان. لا هي عفوا يعني بشكل رقابي، كرقابة إعلامية، احنا نشهد يعني سبات للبرلمان، وحالة السبات تتحملها رئاسة البرلمان، لأن عملية تقديم التشريعات ومتابعة القوانين ومتابعة الجداول ومتابعة البرنامج العملي للسادة النواب، متابعة اللجان، متابعة الأولويات، مواكبة عمل الحكومة، دعم الحكومة بخططها التنموية وخططها الإنتاجية، هذه الآن نشهد حالة السبات يعني، وهذه مشكلة حقيقة. هذه جزء حقيقة من عملية عدم الشعور بالمسؤولية، لانه في نفس التوقيت اللي المجلس النواب يبقى بسباته ويستمر باستحصال امتيازاته الماليه والقانونيه، بالتالي هذا كله من عمر الدوله العراقيه ومن عمر الحكومه العراقيه ومن عمر المواطن العراقي الذي يامل بالسلطه التشريعيه ان تكون بقدر المسؤوليه والاهتمام بملفات مهمه جدا متعلقه بامنه وسلامته ومتعلقه بمستقبله ومتعلقه باصدار قرارات بتفعيلها بمتابعتها بالشروع بمواكبه عمل الحكومه. طيب وين هم نواب الاطار سيد عباس؟ الاطار برنامج خدمي، اجل الاطار وقوى ونواب ومرشحي حصلوا على هذه الاصوات بسبب هذا البرنامج الخدمي، نجح الاطار بتشكيل حكومه اللي سماها حكومه خدميه. والله حقيقه انا جاي اشوف حراك لعدد كبير من النواب، وواضح جدا من خلال متابعتهم لعمل الحكومه، عندك نواب بداوا بزيارات الى المشاريع التي يتم تنفيذها، عندنا عدد من النواب بدا مواكبه الوزارات التي عملت على تشريع بعض الضوابط اللي تخص عملها، متابعه البرامج، انا ما وهذا جهد فردي وقد يضيع امام الجهد الاساسي، انا اللي يهمني حقيقه ان السلطه التشريعيه تبدا من راس الهرم بالعمل والتعامل بشكل مباشر بمتابعه الملفات، اما تترك على الافراد هنا حركه وهنالك تغريده نائب او هنالك تعليقات نائب، هذا او سؤال برلماني او غيره ما راح يجدي نفعا امام تعطيل كامل. انا كنت اقصد حينما قلت انه البرلمان يمر بحاله السبات، لان هنالك اكثر من 120 قانون هم قيد الدراسه منذ دورتي النيابيه، وبالتالي وين السلطه الرئيس البرلمان ونائبيه في ان يتم التفاعل بهذا الموضوع والتعامل مع قوانين اساسيه؟ عندنا قوانين تخص المواطن والحاله الشخصيه، وعندنا قوانين تخص امن وقوانين متعلقه بامن وسلامه المواطن، عندنا قوانين تخص العلاقات الخارجيه، عندنا اليوم تحركات باتجاه ملفات مهمه، ملفات النفط، ملفات المياه، ملفات الحدود، ملفات متعلقه بالبنك المركزي وصرف وسعر الصرف وغيرها، هذه تداعيات اساسيه. حاله الشعور بالمسؤوليه ما جاي يلمسها المواطن من البرلمان، وبالتالي نلقي باللوم على رئيس البرلمان اولا ونائبيه، لانها سلطه رئاسه، وبالتالي سلطه الرئاسه هي المطلوب عندها ان تستدعي النواب. بحالات ابسط من هذه شهدنا جلسات طارئه او غيرها، يعني لو كان الموضوع يخص امتيازات مجلس النواب
أو يخص امتيازات النائب أو يخص امتيازات رئيس مجلس النواب أو يخص أمن وسلامة بقائه في كرسيه، لشفتنا جلسات في منتصف الليل. لكن المشكلة بهذه أنه حالة السبات هذه ستنعكس على نسب المشاركة بالعملية الانتخابية، سوف تنعكس على عامل الثقة ما بين السلطة التشريعية والمواطن، ستنعكس على الأداء السياسي، وبالتالي طيب. هذه عمليات ثبط من مستوى التفاؤل طيب. وهي لا تتناسب مع النشاط الواضح جدا لرئيس الحكومة ووزرائه وعمله على مستوى الأرض. نرحب مرة أخرى بالنائب عن ائتلاف دولة القانون السيد محمد الشمري، أهلا بكم مرة أخرى سيادة النائب. وأود أن نتحدث عن قضية الاجتماعات المتواصلة للإطار التنسيقي، الاجتماع الأخير يوم أمس، كيف يعطي هذه الاجتماعات دعم للحكومة وكذلك تحفيز البرلمان على تقديم بعض الملفات والتشريعات والقوانين، وخصوصا الإطار ركز باجتماعه والقوى السياسية المشكلة للإطار ركزت على الانتخابات المحلية وضرورة إنجاحها، لكن ممكن تحتاج المفوضية لضرورة تدخل المجلس لتمديد عمر مفوضية الانتخابات أو جوانب أخرى تشوفون أن المفوضية محتاجة مثلا للدعم البرلماني؟ سيادة النائب. بسم الله الرحمن نعم الرحيم. نعم تفضل. تحية لك وللأستاذ ضيفك الكريم الأخ العزيز أستاذ عباس ولمشاهدينك الكرام. الحقيقة اليوم منحة الحكومة بالدرجة الأولى منحة خدمي، وهذا هذا المنحة يحتاج إلى تأكيد من قبل الإطار وائتلاف إدارة الدولة وإعلان الدعم المستمر للحكومة كي تسير بشكل جيد في تقديم الخدمات للمواطنين. كما تعلمون الحكومة حكومة خدمات، وشكلت في فترة احتياج حقيقي للخدمات بعد مرور فترات تقصير كبيرة. هذا جانب. أما موضوع البرلمان وما يمكن أن يقدمه للمفوضية العليا، هناك توجهان. التوجه الأول أن يكون تجديد أو تمديد لعمر المفوضية، ممكن هذا من خلال البرلمان أو اختيار مفوضية جديدة أيضا عن طريق البرلمان. لكن بالنتيجة أن ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد إن شاء الله، هذه الانتخابات ستكون لها أثر كبير على أداء المحافظات والمحافظين. كما تعلمون في فترة غياب مجالس المحافظات في هذه السنوات الماضية كان له تداعيات سلبية جدا في الشارع العراقي. طيب سيادة النائب، البلاد مقبلة على هذا الاستحقاق، متعطل هذا الاستحقاق منذ سنوات، لكن شلون تقدر هاي الاجتماعات السياسية أن توفر بيئة مناسبة لإقامة الاقتراع وتبدد قضية التأجيل أو مساعي التأجيل أو عدم إقامة الانتخابات من قبل بعض الأطراف؟ أكو مسألة نعم سيادة النائب، يبدو أن الاتصال هناك خلل بالقمر الاصطناعي. أعود لك بذات السؤال سيد عباس، ذات السؤال لكم سيد عباس. طبعا نعتذر لسيادة النائب وللمشاهدين عن هذا الخلل بالاتصال عبر الأقمار. سيد عباس، أكو بعض الأطراف السياسية تذكر أنه لن تكون هناك انتخابات محلية في هذا التوقيت، وهناك بعض الأطراف ترغب بتأجيل هذا الاستحقاق. هاي الاجتماعات السياسية سواء للإطار
او لغير يعني قوة سياسية استاذ عباس، كيف ممكن ان توفر بيئة مناسبة ودعم لقضية الانتخابات بموعدها المحدد من قبل الحكومة؟ طبعا انا لم استمع الى ما يتحدث به الاخ النائب العزيز استاذ محمد، التحية له. وإجابة على سؤالك الكريم، أنا أحب أن أذكر المواطنين أن عملية الاقتراع هي العملية الأساسية، وعملية الانتخابات هي العملية الأساسية بتصحيح المسار السياسي، وبالتالي عملية التعامل مع القوى السياسية تستوجب أن تكون هنالك مشاركة أساسية. المفوضية أعلنت قبل أقل من ساعة تقريبا، لسان متحدثها الدكتور عماد، ان هنالك رغبه كبيره جدا لدى المواطنين بالمشاركه، وهنالك تسجيل للبيانات وتحديث يعني اكثر من 1,034,000 تحديث خلال اقل من 12 يوم، وهو كما يتحدثون انه لم تشهد منذ 2005 هذا الاستجابه السريعه. هنالك تزاحم كبير جدا لعدد من وتنافس حول تسجيل عدد المرشحين، محافظة نينوى وغيرها شهدت أرقام كبيرة جدا. هذا يدل على رغبة المواطن بالمشاركة والممارسة هذا الحق الدستوري وهو الانتخابات. لا. الحديث عن تأجيل أو رغبة بعض القوى السياسية في التأجيل أو رغبة البعض بالتأكيد هو غير يعني لا ينسجم مع القانون والدستور، ولا ينسجم حتى مع الاتفاق السياسي في إدارة الدولة. اليوم المنهاج الحكومي والبرنامج الحكومي هو ذهب باتجاه إجراء انتخابات ومجالس محافظات، وأعتقد انتخابات لمحافظة كركوك كانت يعني بمعزل قبل أن يكون لا يعني بعد التعديلات تكون بشكل كامل. عملية المشاركة مهمة جدا، أنا أعتقد جزء من عدة هو عملية تثبيط للمجتمع حتى ما تكون هنالك مشاركة عالية، وبعضها متعلق حقيقة بعدم تكريس هذه الممارسة. راهن البعض قبل أيام على الجانب الأمريكي والانقلابات وغيرها، وبالتالي صدعوا رؤوسنا بحركة القوات الأمريكية ورغبتها بتغيير النظام، وبعض الأبواق اللي تتحدث من لندن وغيرها حول عملية قلب للنظام على 24 وغيرها. هذه كلها هي في كف واحد وفي لكن يمكن وفي مشرب واحد، وعملية عملية استفزاز المواطن وعدم عملية أساسية جدا. المواطن يمكن سيد عباس مهتم بالدرجة الأساس بقضية الخدمات، كل هذه المحاولات ما تهمه. المواطن من يشوف اهتمام من السياسي، من القيادات السياسية، من النواب ممثلين الشعب، شوف اهتمام من قبلهم بتقديم خدمات وكهرباء وغيرها، وهي عملية لفت انتباه سيدي الكريم. يعني لا. الحكومة جاي تصير بعملية خدمة جدا عالية وجاي تنفذ مشاريع واضحة على الأرض. يعني بس الحكومة مو كل شيء هو يقع على عاتقها بتقديم الخدمات، بحاجة إلى تشريعات قوانين إضافة إلى دور المجالس المحلية. هنا أعود إلى الإطار، تركيزه على قضية الخدمات، اهتمام بقضية الخدمات إلى علاقة بالانتخابات المحلية لمجالس المحافظات اللي واجبها أيضا تقدم هذه الخدمات إلى المواطن باعتبارها على تماس مباشر معهم. قبل يمكن شفنا بالانتخابات البرلمانية الأخيرة أنه المرشحين هم اللي قاموا بهذا الدور. شوف سيدي الكريم، الحكومة سحبت أهم ورقة كانت يستعملها المرشحين أو تستعمل، أنا دخلت هذه التجربة وكنا نعاني من أدها حقيقة. اليوم المال السياسي ومن لديه أموال أو من لديه إداء سلطة بتحريك آليات الحكومة وغيرها بتبليط شوارع أو فرش سبويس أو تهيئة المحولات أو نشر الأعمدة الكهربائية والأسلاك أو غيرها من الفعاليات، هذه كانت ورقة دائما تستخدمها القوى السياسية لجذب المواطن للمشاركة والتصويت. اليوم الحكومة بمشروعها الخدمي هي سحبت هذه الورقة، بلطت أقصى المناطق وأبعدها عن المركز، دخلت إلى مناطق لم تدخلها حتى منذ ثمانينيات القرن الماضي، دخلت فتحت طرق وتعاملت مع طرق مغلقة منذ 40 عاما، جرت تعديلات على الشوارع منذ أكثر من 40 عاما لم يتم تعديلها أو التعامل معها، موضوع توسعة الشوارع وغيرها، فك الاختناقات، التفكير بشكل استراتيجي لخدمة المواطن، هو هذا واحد من أهم الأوراق التي استخدمتها حكومة الخدمة للسيد السوداني.
وبالتالي هذه مهمة جدا. عملية وجود مجالس المحافظات هي عملية مراقبة أداء المحافظين وعملية إعادة تقويمهم. احنا لدينا محافظين أصبح دكتاتوريين، محافظين أصبح هو المستثمر وهو المالك وهو المحافظ وهو مدير التربية وهو مدير التعليم وهو مدير الصحة وهو هو، بالتالي هذه عملية تغول وخارج نطاق الدستور. نعم هنالك ملاحظات على مجالس المحافظات، هنالك ملاحظات على قانون مجالس المحافظات تحتاج إلى تعديلات، لكن أنا نفس الصوت الذي كان يتحدث عن تعطيلها عطلناها سنوات وشفنا اللي جرى. اليوم إعادتها إلى العمل هي لإعادة تقويم عمل المحافظين ولإعادة السلطة الرقابية المحلية. يعني الحكومة ما تقدر تراقب كل الأقضية والنواحي، وبالتالي هذه مسؤولية المحافظات محافظين، مسؤولية المحافظين يجب أن تكون عليها سلطة مراقبة ومتابعة، وبالتالي عملية وصول الخدمة إلى أقصى قضاء وناحية وقرية، وهذه مهمة جدا وهذا هو جزء كبير من مشروع الحكومة القادم. شكرا لك سيد عباس وأرجو أن تبقى معنا، ننتقل إلى ملفنا الآخر. لكن الشكر والاعتذار أيضا للنائب عن ائتلاف دولة القانون السيد محمد الشمري على هذا الخلل بالاتصال. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل سوياتكم وضيفنا الكريم إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. الموازنة الانفجارية، محاذير التلاعب واستغلال الأموال لغير أبواب الصرف، مبالغ ضخمة ومخالب متهيئة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نجدد الترحيب بضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ عباس العرداوي. أهلا بك. كل الترحيب. وكذلك الترحيب برئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية السيد غازي فيصل، ينضم مباشرة عبر سكايب من عمان. أهلا بكم دكتور غازي. أبدأ معك سيد عباس، ماذا يعول من هذه الموازنة الوصفت بالانفجارية؟ ماذا ننتظر؟ هل فعلا ستحقق المنشود للبلد؟ نعم شكرا لك وأهلا وسهلا بضيفك. قضية الموازنة هي متعلقة بتأدية الخدمات وتأدية المنهاج والبرنامج الذي تم الاتفاق عليه مسبقا، فعملية وصفها بالانفجارية وغيرها ما أعتقد يملك الدقة هذا الوصف، لأنها مرتبطة بتخطيط وزارة المالية وبالتالي مرتبطة بأبواب معلنة وتخضع بالتأكيد لعملية المراقبة والمتابعة. عملية تنفيذ البرنامج هو المهم جدا حقيقة، لأن أنا أتحدث عن موازنة لثلاث سنوات وبالتالي هذه تحتاج إلى تطبيقها بمشاريع استثمارية مهمة جدا ومتعلقة بتنفيذ إصلاحات على مستوى القوانين التي تسمح بتطبيق الموازنة. الموازنة بمجملها بالتأكيد سوف تدار من قبل المحافظين في المحافظات، وبالتالي عملية تعزيز من مراقبة ومتابعة على المحافظين وتهيئة الأجواء لمجالس محافظات مستقرة تنتخب محافظين ممكن يكونوا على مستوى الأهلية والتنافس مع أقرانهم، هذه كلها مهمة وتفاصيل مهمة جدا. التركيز حول قدر الموازنة بالتنفيذ من عدمها هذا سيكون نتاج ما بعد المراقبة والمتابعة. نجدد الترحيب بك دكتور غازي، وبخصوص هذه الموازنة وأرقامها الكبيرة، حكومة السيد السوداني ذاتها كان عندها بعض المخاوف بأن الفاسدين يتربصون ويسيل لعابهم على هذه الموازنة. تعتقد الجهد الرقابي حكومة وبرلمان سوف تحمي هذه الموازنة، ستتمكن من الحفاظ على أبواب الصرف ذاتها التي تم التصويت عليها والتوافق عليها؟ نعم شكرا جزيلا وتحية لضيفك الكريم العرداوي في الاستوديو.
نعم، أنا أعتقد مخاوف السيد السوداني في محلها منطقية، يعني طالما اليوم العراق نعم قد ذهب إلى مواجهة بعض البؤر الإدارية للفساد المالي، قيادات، شخصيات، مسؤولين سابقين، وزراء، إحالة القضاء، هذا كله صحيح، لكن ما زال حتى يومنا هذا ظاهرة الفساد المالي بحد ذاتها كشبكة غير شرعية في النظام المالي والاقتصادي في العراق موجودة، يعني تصريف العملة، شبكات الموازية، البنوك الوهمية، العقود الوهمية، الشركات الوهمية، ما زالت هذه موجودة. أيضا مافيات الجريمة المنظمة، تهريب المخدرات، تهريب البشر، تهريب النفط، المشتقات النفطية وغيرها من التفاصيل الخطيرة ما زالت موجودة. لا. في نفس الوقت يعني اليوم وزير الأمن البريطاني، هناك اتفاقات مع بريطانيا لضمان الأمن، لتطوير فرص الرقابة على مؤسسات الفساد، شركات الفساد، شخصيات الفساد، متابعة الجريمة المنظمة، هذا جيد، لكن مع الأسف ما زالت هذه الشبكات يعني متشعبة بوجودها وبنفوذها وارتباطها بمصالح الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة أو خارج السلطة، ارتباطها بشبكات مسلحة، تنظيمات مسلحة خارج القانون، كل هذا يعني يعكس لنا حجم الصعوبات والتحديات الكبيرة اللي واجهها السيد السوداني للذهاب في حرب مستمرة ضد شبكات الفساد المالي. يعني لأن في الواقع مثل ما شفنا بصفقة القرن، يعني هذه كارثة، عندما تحدث رئيس الجمهورية برهم وتحدث عن تريليون دولار، والتريليون صار تريليون ونصف دولار، كل هذا يعني كل هذا يوحينا أن المشكلة كبيرة وعميقة وخطيرة. نتحدث عن 176 مليار دولار عقود شركات ومشاريع بنية تحتية ل 6000 مشروع، تبخرت المشاريع وتبخرت المليارات. اليوم نتحدث أن هذه الأموال وهذه المشاريع توقفت في حينها في 2014 بسبب بدء العمليات العسكرية لتحرير أو مواجهة داعش الإرهابي عندما احتل في العراق، لكن ما زالت المشكلة قائمة. يعني الشركات اللي نسميها الشركات المتلكئة، وهذه ما زالت ظاهرة خطيرة. طيب يعني دكتور غازي، المخاطر الفساد على أموال الموازنة بالتأكيد هي المخاطر الأكبر والأبرز، لكن أكو مخاطر أخرى هي قضية تحويل أبواب الصرفة. تقدر الحكومة أنه أو البرلمان باللجان أو الدور الرقابي أن يمنع هذه القضية، تحويل أبواب الصرف أيضا لا تقل خطورة عن الموازنة، خصوصا استغلالها إلى أو تحويلها إلى أبواب صرف ثانوية. يعني أنا أتفق معك تماما، يعني وأتذكر السفيرة الأمريكية قبل يومين تحدثت لمواجهة هذه المشكلة ما تتعلق بمسألة إعادة هيكلة النظام المصرفي في العراق وإصلاح النظام المصرفي في العراق، تحدثت عن نقطة مهمة جدا، أنه يفترض العودة إلى النظام المصرفي الشرعي والتخلي عن النظام المصرفي الموازي. تصريف العملة اليومي للبنك المركزي هو الذي أنشأ نظام للصرف ولتحويل العملة والتجارة موازي، وكل هذا يعتبر من يعني يوصف بالجريمة المنظمة، بمعنى عمولات وتجارة وتصريف، والتجار اليوم يحصلون على الدولار بطريقة أو أخرى، يأخذها نقدي ويروح إلى الدولة المعنية ويستورد بضائع، هذا كلها تجارة موازية، بمعنى تجارة خارج إشراف الدولة والمؤسسات المصرفية والمالية، وهو يعتبر غير مشروع. يعني من غير الممكن القبول بالعراق بوجود اقتصاد شرعي للدولة واقتصاد غير شرعي موازي يستمر على مختلف الصعد والطبيعة، يعني التجارة، الزراعة، في مجال بنية تحتية، غيرها، المعاملات، يعني هذه كارثة.
لا يمكن للعراق كبلد يمتلك ثروات هائلة طيب. ميزانية عملاق نعم. أن يستمر باقتصاد موازي واقتصاد مرتبط بهذا الاقتصاد الموازي اللي هو اقتصاد الدولة. إذن يجب تحرير اقتصاد الدولة من هذا الاقتصاد الموازي غير المشروع والذهاب إلى إعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي عبر التعاون مع شركات دولية كبرى أو المصارف الكبرى طيب. أو علاقات العراق المهمة مع دول واضح. العالم المتقدم. نعم سيد عباس، مجلس النواب مع إطلاق التخصيصات المالية أليس مطالب برفع وتيرة الرقابة على هذه الأموال الكبيرة على الأقل منع تسربها لغير أبوابها المخصصة؟ كل الترحيب بأستاذ غازي وأشكر استضافته. وضع النقاط باتجاه الرغبة الأمريكية. لا. الرغبة الأمريكية لا تحدد شرعية التعامل. هذا النظام الموازي أو الالتفاف على العقوبات الأمريكية هذه لا تعد سبة. هنالك رغبة أو هنالك هيمنة أمريكية على الأموال العراقية، وهنالك رغبة عراقية بتحرير الأموال البنكية. يعني احنا غير معنيين حقيقة في أن يتم إطلاق الديون الإيرانية على الإمارة من الإمارات أو من تركيا أو من أذربيجان دون أن تعارض الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تعارض حينما يتم إطلاق الديون الإيرانية أو تسدد أموال تجارة من الجانب العراقي. هذه هيمنة على القرار العراقي، وبالتالي عملية تحرير المال العراقي والدينار العراقي هي الأهم حقيقة. هنالك اليوم تصدع واضح جدا مع وجود البريكس ومع وجود رغبة لدى دول كثيرة في أن تتعامل بخارج هذه السيطرة. نعم هنالك عقوبات مفروضة، ولكننا لسنا جزءا من هذه العقوبات. يعني اليوم نعمل بطريقة المنح، أن يعطينا 120 يوما من أجل أن نذهب هذه كلها جاءت بعد أن ذهب السيد السوداني بقرار شجاع إلى موضوع المقايضة. العراق عليه وسيادة العراق هي من تحدد عملية التعامل مع من وكيف. هذه الدولارات هي ليس من حمل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ثمن نفط نحن ندفعه، هذا جزء من عقوبات هي فرضت بسبب سياسة النظام السابق وبسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وبسبب انصياع خلف القرارات الأممية لا. وغيرها. اليوم العراق مختلف بشكل كامل. لكن عملية استمرت هذه الهيمنة الأمريكية سيد عباس، لكن هذه الهيمنة على الاقتصاد العراقي إلى هذه الدرجة، إلى أي درجة أيضا تؤثر على موازنات البلاد ودقة تنفيذها؟ عزيزي نحن رغم خروجنا من البند السابع أموالنا وغيرها متعلقة بالتي بي آي، يعني الشركات الغير مرحب بها أمريكيا لا يتم صرف الأموال لها، وهذه مشكلتنا في قطاع الكهرباء. يعني احنا من خلال الواسطات التي استخدمت للتفاوض مع الجانب الأمريكي تم القبول بأن يكون الوسيط هو البنك لسلطنة عمان، ورغم انه اخذ ارباح واخذ ارباح تصل الى 2.5%، لكن هذه المساله مساله معقده جدا. 11 مليار نحن نصرفها بالعراق على كديون كاجور للغاز على مدى سنوات توضع في البنك الامريكي، لكن البنك الامريكي يصرف 100 مليون او غيرها، في حين القرار والله متعلق بالعقوبات الامريكيه والتفاوض مع ايران في موضوع التواجد او التفاوض مع ايران في موضوع المفاعل النوويه او غيرها. ما يخصنا حقيقه، نحن نتحدث عن اراده عراقيه وعن قرار عراقي وعن تعامل بغير تبعيه. انا مو ملزم حقيقه بالخلاف الامريكي الايراني، انا ملزم طيب. في ان هذه اموالي. عمليه اطلاق اليد هذه تحتاج الى 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 تحرير الاموال العراقيه والبنكيه. المصارف العراقيه وعمليه العقوبات يوميا مشموله عدد من العقوبات مع شخصيات اساسيه. انا عندي شخصيات قد تصل الى درجه وزير معاقبه من الولايات المتحده الامريكيه. عمليه الانصياع خلف القرار الامريكي وتصويره على انه الشرعيه هو هذه المشكله طيب. الاساسيه. هذا راح يرجعنا ايضا لسؤال سيد عباس ودور مجلس النواب بقضية الرقابة مثلا على هذه الأموال، أموال الموازنة وغيرها، ومنع تسربها لغير أبواب الصرف، وطرق التعامل مع مثلا قضية أسعار صرف الدولار وغيرها، واللجنة المالية النيابية شنو دورها؟
هذا ليس فقط عملية المراقبة البرلمانية والتشريعية، هذه أدوار متعلقة بهيئة النزاهة ومتعلقة بالرقابة المالية ومتعلقة بسياسة الحكومة والتعامل معها وتنفيذها، ومتعلقة بعلاقة الحكومة مع الشركات العالمية وتنفيذها وتقليص القمسيونات والأرباح والفاسدين وغيرهم. هذا مهم جدا، مكافحة هذا الموضوع. هذا الموضوع يحتاج إلى تعاضد كبير جدا، ويحتاج إلى تشريعات، ويحتاج إلى عملية ضبط، والحكومة مشرعة بهذا الموضوع وجاي تخطو خطوات بهذا الأساس. نعم يحتاج أن يسندها البرلمان في أن يعضد هذا الموضوع، ودوره الرقابي في أن يتعامل مع هذه الملفات ويتعامل مع تبويبها ويتعامل مع السلطة الرقابية. أعتقد هذا الموضوع يحسم من خلال الحسابات الختامية أو على الأقل تقدير مراقبة النشاطات الحكومية. اليوم هذه الوزارة ما هذه نشاطاتها، شنو عقودها اللي تتعامل معها، آلية تنفيذها، من هي الشركات المنفذة، شركات أصيلة، شركات حكومية، شركات أهلية، سمعة هذه الشركات. احنا انهدرت عندنا كثير من الأموال بسبب بوابة من بوابات الفساد هي العقود وغيرها اللي نفذت مع شركات وهمية، وبالتالي خسرنا ملايين الدولارات، والجزء الكبير منها شركات أمريكية وبريطانية وغيرها وغيرها، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة جدا. عملية ضبط الأموال هي ليس مهمة الحكومة فقط، إنما مهمة تتقاسمها السلطة التشريعية وتتقاسمها حتى الأفق الأخلاقية للمواطن. اليوم جزء من عدة من يتسنم السلطة هو عليه أن يشعر بأهمية هذه الأموال، مو أموال سائبة، هذه أموال بلد وأموال أكثر من 42 مليون مواطن وبها مستقبل العراق وعليها تبعات، وبالتالي هذه مهمة جدا أن يتم ملاحظتها. خلينا نعود إلى دكتور غازي، تذبذب أسعار الصرف، أسعار الدولار، إلى أي درجة يؤثر على هذه الموازنة ودقة تنفيذ بنودها وأبواب صرفها ومشاريعها الخدمية والاستثمارية؟ يعني بالتأكيد الوزارة ستستمر باعتماد سعر الصرف الثابت المثبت اللي هو 132، لكن بكل الأحوال يعني الرقابة، رقابة مجلس النواب أو رقابة مجلس الوزراء يفترض أن تكون مجلس الوزراء تحدث بإحدى أحاديثه تصريحاته أنه يتم صرف 300 مليون دولار من البنك المركزي لشراء عدد، آلات، أجهزة، غذاء، لكن 300 مليون تنصرف وتروح، لكن لا العدد ولا الآلات ولا المواد الغذائية تجي. إذا ما زال هذا السوق الموازي، هذا الفساد المالي موجود، هذا يعني أنه البنك المركزي أو المصارف المعنية بالتعامل مع التجار وغيرهم لا تدقق في سلامة وصحة العقود. يعني احنا عندما نتحدث عن 176 مليار دولار لستلاف مشروع، زين وين هذه العقود مال هاي المشاريع؟ وين هاي الشركات؟ كيف تبخرت هاي الشركات؟ كيف تبخرت هاي المشاريع؟ كيف تبخرت الاموال؟ يعني ما المفروض يصير تحقيق؟ يعني عندما الحره تطرح 300 ألف برميل نفط يوميا تهرب من نفط البصره، ما نسمع الحكومة تروح تسوي تحقيق وتلقي القبض على الشبكة وتحيلهم، لكن بوضح النهار يسرقون. وصارت بعض العمليات شفتها يعني بالإعلام لإلقاء القبض على بعض الشبكات اللي تهرب نفط أو تهرب مشتقات نفطية وصهاريج وغيرها وأنابيب مثقوبة. نعم هناك إجراءات، لكن ما زالت لحد الآن يعني الشبكات الكبيرة اللي معها أيضا شبكات مسلحة تحميها ما زالت يعني تسرح وتمرح. يعني مسألة المخدرات، نعم ألقي القبض على شخص يزرع، ألقي القبض على مصنع للكبتاغون، كل هذا عظيم، لكن المشكلة ما زالت جدا كبيرة. لهذا السبب نعم لجهود مجلس الوزراء واستراتيجية وخطط السيد السوداني اللي هي أكيد بناءة، لكن تحتاج إلى دعم وطني، إلى جهود من كل الأحزاب، إلى كشف الطبقة الفاسدة. يعني باستمرار نسمع سيحال شخصيات كبيرة للقضاء، هناك أسماء كبيرة هنا، لكن عمليا ظل الأمور يعني غير واقعية، ما تكشف الرؤوس الكبيرة. يعني ومشكلة، هذه مشكلة. يعني إذا ستبقى مسألة الدولار وسعره وارتفاعه وانخفاضه والتضخم والبطالة والفقر العراقي، دون الذهاب إلى اقتصاد السوق المفتوح، بدون إعادة بناء القاعدة الصناعية مثل ما أشرنا هناك 50 ألف مصنع معطل، بدون عودة الزراعة كاقتصاد
مهم في الحياة الاقتصادية العراقية. لا يمكن أن نستوعب العاطلين عن العمل، لا يمكن أن نستوعب يعني عندنا حوالي 4 ملايين إنسان يعيشون بمدن عشوائية، عندنا تحت مستوى خط الفقر 11 مليون. جيد، أنت كيف تحل كل هذه المشكلات؟ من خلال تعظيم الموارد الاقتصادية، الانتقال من الاقتصاد الريعي اللي يعتمد على النفط إلى اقتصاد إنتاجي. طيب. استيعاب الشباب المتخرج المتعلم. طيب. أنت تسمح لي أقاطعك دكتور غازي. هذا النظام الاقتصادي المتطور المطلوب. طيب. نعم. دكتور غازي، هذه الموازنة تتميز عن الموازنات السابقة كلها أنه بها مشاريع خدمية كبيرة وكثيرة جدا، وبالتالي خصصت لها أموال كبيرة وضخمة جدا في هذه الموازنة. هذا كما ذكر السوداني أن قوى سياسية، فاسدين، جهات أخرى تتحين الفرصة حاليا للانقضاض على هذه الأموال الطائلة بالموازنة. طيب، دور البرلمان كسلطة رقابية إضافة إلى سلطة التشريعية، ما هو دور البرلمان بحماية هذه الأموال؟ جهات الحكومية الأخرى، ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة كما ذكر سيد عباس، ممكن لهذه الجهات المتعددة حكومية وتشريعية ورقابية أن تحافظ على هذه الأموال؟ أكيد أكيد، لأن أنت عندك اليوم خطة، والخطة مقررة من قبل مجلس النواب، استثمارية وتشغيلية وميزانية عملاق، وكل التفاصيل موجودة بها. إذن ستذهب الحكومة إلى تطبيق، إلى عقود، إلى شركات، ما يتعلق بالقضايا الصناعية الزراعية، ما يتعلق بالبيئة، ما يتعلق بالطاقة النظيفة، ما يتعلق بالاستثمارات النفطية. هذه كلها ستكون معلنة، وكلها ممكن تكون أو يحق لمجلس النواب الاطلاع عليها ومتابعتها ومراقبتها. إذن عبر هذه المراقبة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالإمكان الكشف عن الملابسات، الكشف عن الانتهاكات، الكشف عن العقود الوهمية، الشركات الوهمية. بهذه الطريقة السلطة التشريعية الرقابية بإمكانها تمارس الرقابة على الحكومة، وتساعد الحكومة في كشف شبكات الجريمة وغيرها وغيرها من التفاصيل. أيضا الحكومة اليوم لما نشوف الاتفاق ويا بريطانيا ويا وزير أمني من أجل مواجهة الجريمة المنظمة وغيرها من التفاصيل، هذا كله مهم. لكن دكتور غازي، الحكومة استبقت إطلاق الموازنة بالكثير من الإجراءات وألقت قبض على فاسدين وغيرهم، هذه إجراءات فعلا كانت استباقية للحفاظ على هذه الأموال؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني هناك إجراءات إيجابية، لكن مع الأسف يعني خلال 20 عام كان هناك فوضى يعني محزنة على صعيد هدر الأموال، التلاعب، وما زلنا نسمع مشاكل بالموصل مثلا، نسمع مشاكل بالمحافظات الأخرى في الجنوب في الوسط، هناك تخلف، هناك بؤس، هناك فقر، هناك بطالة، هناك جوع، يعني هذا محزن يعني. لكن نتمنى بالفعل أنه الجهود أو الجهد الوطني المشترك لكل المنظمات الدولة تسهم فعلا في إعادة تصويب وإعادة هيكلة وإعادة إصلاح مختلف المؤسسات، مؤسسات الدولة، من أجل واضح. يعني بناء عراق متوازن صحيح. واضح، شكرا لكم رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية دكتور غازي فيصل، كنت ضيفا كريما عبر سكايب من عمان. شكرا لك دكتور، وشكرا جزيلا لكم المحلل السياسي الأستاذ عباس العرداوي، شكرا لك. جزيل الشكر امتنان. حياك الله. والشكر جزيلا لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.